دعاؤنا بالفرج في الرواية الشريفة وتعرفونها، أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، أكثروا. نحن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج في اليوم؟ كم مرة ندعو بتعجيل الفرج؟ ندعو، لا أقول لقلقة لسان، لا ندعو نطلب، كما أنه لو كان لي مريض عزيز علي في حالة حرجة خطرة في المستشفى، كيف أدعو الله عز وجل؟ هذا دعاء، هذا طلب من الله سبحانه وتعالى. إذا كانت لي حاجة ملحة، كيف أطلب من الله سبحانه وتعالى؟ أنا أطلب فرج الإمام أرواح العالمين فدا هكذا؟ في اليوم كم مرة أطلب هكذا؟ أكثر، وهذا إكثار، هذا الذي عندنا إكثار من الدعاء بتعجيل الفرج. وذكرت لكم سابقا بتعجيل الفرج للإمام لا لنا. نعم، فإن فيه فرجكم أو في ذلك فرجكم، مضمون الرواية الشريفة، هو فرجنا في فرجه أرواح العالمين فداه، ولكن الدعاء بتعجيل الفرج له.